سي حسن، من الصباح وانت كتهضر كتقول المكتب الوطني للماء صالح الشرب الجديده وهذه، شنو الراي ديال الاداره العامه ديال المكتب الوطني للماء صالح الشرب؟ اش كتقول في هذا الشيء كامل؟ الاداره العامه المكتب الوطني مسيطر لنا مراسله فيها 90 مليون. اش من تاريخ؟ نهار 23 شهر 7 والمبلغ 2013. المبلغ الحقيقي شحال؟ المبلغ الحقيقي فينا 70 مليون، ختام عنده هو نهار 1/8/2013. تحاسب معايا قال لي عندك ما فيرسينغ ساعة حتى حاجة ما والو ما فيرسينغ، يعني داك الشيء اللي خصو يكون هو اللي خصو يكون. درنا مراسلة للإدارة كنقول لهم بأن راه هذاك المبلغ اللي كتقولوا راه غير حقيقي، المبلغ الحقيقي راه هو هذا. ها اللي فيه ها اللي فيه ها اللي فيه. من ديك الساعة ناضت المشاكل. من هاد اللحظة هذه ناضت المشاكل، لأن فتو هو ومشيت الإدارة اللي راسلتني. إذا السي حسن، بالنسبة لهذا المشكل ديال الإدارة، دابا حسب اللي عرفنا فيما بعد بأنه راه كان عندكم اجتماع حتى بالمكتب ديال الإدارة هنا. نعم. الإدارة العامة، هنا بالجديدة اجتمعتوا معاهم. اش كان السبب؟ السبب ديال المتأخرات. ديال هذوك اللي زاريين اللي كاملين. لا، السبب ديال هذا الاجتماع كما سمعت شي شيك ما شي شيك. كما فكرتيني، والله فكرت في الشهادة، وهو ديال واحد الشيكات أربعة. كانوا عند سي حقيق مسؤول ديال لونيف، كانوا عندهم شيكات اربعه ديال تيكفن، شركه تيكفن، وفيهم 10 مليون، وانا عندي فاتوره ديال تروازيام تريمستر ديال 2010 فيها 10 مليون و 305 درهم. كيفاش هي الشيكات ديال شركه؟ جابهم لكم نتوما؟ كان هو عاطي الشركه، كان عاطيها الماء مولا عبد الله، خلصاتو في الشيكات. هذوك الشيكات ما فيها ساهمش هو الشركه، لان الشركه هو حاط لها عداد علم لله كيفاش داير. تصبحوا عندنا بانه هذيك الشركه مساهمه معنا ب 10 مليون، وانا عاطي 10 مليون اس بي اس فلوس، وباش يخلص ديك لافاكتير دفع فيها اربعه الشيكات ديال شركه تيفن، وزاد من جيبو 305 درهم باش يكمل لافاكتير. ولكن حسب المعروف انه هذوك ملي كنبغيو نخلصوا بلي شيك كنخلصوا افيك نيميرو دو فاكتور ونيميرو دو بوليس ديال الكليون. كيفاش داروا لهاد الشيكات تدوزهم في الكليون اللي دابا الشيكات راهم عارفين مكتوبين شيك، راه شيك بور لونيل، علاش دفعوه ولا الشيك اش فيه ولا ماش فيه ما مكتوبش فيه على المونطو ولونيل. المهم اش طرا من بعد؟ اللي طرا من بعد هو راه جاني واحد التليفون من الاخبار على اساس خصني انايا محضر ما بيني وبين الشركه ديال تيكفن اللي كتقول بان انا ساهمت معاكم، وانا ما عنديش محضر وما عارفش. قلت لهم جيو لعندنا الاداره باش نعرفوا واش الواقع، انا ما عارفش اش واقع. الوقيته اللي داروا معنا باش نوقفوا راه عيطوا عليا، جات اللجنه وعيطوا عليا، انا ما مشيتش بوحدي، مشيت انا والاخ السي عاوني الظالمي ريحنا معاهم. اول سؤال تطرح لي وهو قال عطينا المحضر اللي باش ساهمت معكم، اللي درتو مع الشركه اللي ساهمت معكم باش 10 مليون، وانا ما عنديش محضر وما فراسيش قلت انا ما عنديش المحضر، وهاد 10 مليون ديال هاد لافاكتير كتهضري عليها انا ما مخلصهاش بشيكات، وما كاينش شي شركه اللي هي مساهمه معنا، انا مخلصها اس بيس فلوس. منين دارت عنده قالت لي سي حقيقه اش كاين؟ قال لي خلي تنفهمك. قبل داك الشيء قبل هاد الاجتماع هو عيط عليا شخصيا. لا، هاد الاجتماع كان فيه شي محضر ولا ما كان فيه محضر؟ ما كيديروش معاك محاضر. قبل هذا الاجتماع، قبل هذا الاجتماع عيط عليا شخصيا، عيط عليا شخصيا وراه قلتها قدام الاجتماع قدام السي العون، قال لي حاول باش ما تجيش لهذا الاجتماع وانا غنصيفط لك واحد 5 المليون، صيفط لي 3 المليون اللي صيفط لك 3، ومنين قال لي صاحبه قال لي وراه السيد راه ما بغاش 3، قال لي اعطيه 5، يعطيني 5 باش انا كيقول لي هذا الملف خضر الملف خضر وسير بحالك، ما تجيش للاجتماع وما تحضرش وسير بحالك من جميع. الوقيته اللي حضرت حطيتها قدام الاجتماع، قلت لهم هذا السيد صيفط لي مع هذا السيد، وانا راه مشيت جيت هذا الشيء في التليفون، وراه ساعطاني 5 المليون باش نمشي بحالي وما نحضرش معاكم، ياك هذا الشيء سي العوني كاين قدامك هذا الشيء. ودابا خشيت بحالك وكيبقى حتى دابا قلت لي الا هذا السيد كذب وما بغاش يعترف نخدم لك التليفون. اش قال لها السيد؟ اش قالت لي؟ قالت لي واش كاين هادشي اللي كاين؟ قدام. وعلاش ما بغاكش تحضر الاجتماع ديال 5 المليون؟ باش عطاك 5 المليون. باش ما نبينش ليه 10 المليون. ديال الشيكات. ديال الشيكات. الخطيرة ماشي في هادشي.
خطيف ان شي تقال قدام الاداره وسولاتو الاداره وكيقول لهم في كاين وقالت ليه قالت ليه الشافه ديالو مربط قال سمعنا في الاجتماع بالحضور ديال السي عون هذا قالت ليه هذا الشيء كاين وسكت راه تجور معاك ناس اخرين كاين شي فرمدان هذا الشيء فرمدان رجعنا ناس مربط خمسه ديال الناس اللي جات في المقر اشياء خطيره السي ودرنا اعترافات محاوله ارتشاء والدلائل الاخ كيقول بان راه مسجلين التليفون نزيدكم الاخوان درنا شكايه للوكيل الملك شكايه بشان اختلاس واستغلال النفوذ ضد محمد حقيق بالاسم ديالو هاي شكايه هي محطوطه في المحكمه درنا مقابله شنو التاريخ هذيك السي في التاريخ هذه في النهار في نهار 16/9/2013 هذه شكايه في نفس النهار درنا للسيد العام تنقولوا ليه تم الوقوف على اختلاسات ضد محمد حقيقه هي رجع شنو القاضي القاضي المحكمه 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 حنا نشوفوا المحكمه تاهي اش دارت اش دارت دارت لينا خصكم تمشيو سميتو المحاسبه اييه مشيت انايا تنسول شكون اللي غيحاسب هاد الناس معنا حنايا قالوا لي خصك تمشي للسطاج سولت الجهوي مشيت للسطاج قالوا لي واش كتاخذوا شي دعم من البلديه قلت لي لا قال لي علاش قلت لي هاد الجمعيه ما كتاخذش دعم من البلديه ما عندناش دعم غير الربط راه داير من هو الساكنه وما العاقين قال لي ما عندناش الحق حنا كنشوفوا المال العام ديال سيروا على الساكنه هي اللي غتحاسب معكم ومعاه لان الساكنه هي اللي كتعطي الفلوس ماشي البلديه ولا هذا ماشي الاقتصاد ديالنا منها جيت انا درت مقابله للسيد العام لو هاد الرد اللي عطاوك من المجلس الجهوي للحسابات واش رد مكتوب لا عرفتش شي فاهم ايوا كيف ان وكيل الملك يوجهكم من المجلس الجهوي للحسابات هذا راه رجل اختصاص ها هو كاتبها ومن المجلس الجهوي للحسابات تيقول لكم يعني خصو يجاوبكم يجاوبكم لا دابا سير عدم اختصاص ولا شو لا دابا سير هني سيد الوكيل ملي سيرتكم المجلس الجهوي للحسابات سيرتهم بناء على سمع سميه جمعيه اذا المجلس الجهوي للحسابات هو اللي كيحاسب الجمعيات هنا القضيه ما فيهاش جمعيه يعني واخده مال عام واخده مال خاص ديال القادر والجيلاني ومحمد كل واحد كيخلص حتى هو متابع بالمحاسبه حتى هو ايه ولكن ماشي المجلس الجهوي للحسابات غير هي انتم درتوا مشروع ما بينكم وبين السكينه منكم السكينة منكم السكينة منين مشيت سدوا الباب منين مشيت كتبت ثاني السيد العام على الاختلاسات من تما صيفط مراسلة بدات سير عاد محاضر جاو عندنا داروا معنا محضر كاينين فيه الناس هما مسؤولين في الرباط هما سالم كاملين وهو معاهم وتم الوقوف علاش؟ الوقوف على انهم تيتسالمونا 92 مليون وهذه 92 مليون فيها حوايج احنا عاطينهم لي فيها شي وثائق وشي فلوس وشي حاجه احنا عاطينهم لي ولكن ما ناقشاش من 92 مليون زائد الفاتورات اللي هما انت وقعتي على المحضر وقعنا على المحضر سجلتي الطعن ديالك في المحضر ولا سجلتي ها هو كاين ملاحظات ديالك كاينه في المحضر هو نهار اللي في نفس النهار داروا جابوا معاهم تقنيين اش كيقولوا في المسائل التقنيه ديالهم تيقولوا بان الشبكه يرتلى وما كيضيعوا الجمعيه في المدخول ماشي كاليتي تيو ماشي كاليتي هذا راه ديالهم يعني العداد الكبير تيحسب حساب ملي كتمشيو ديروا يعني لا سوماسيون ديال العدادات الصغار كنلقاو كنلقاو بانه ناقص وهذه المساله اللي طرقنا لها لقينا الفرق ديالاش انا في 3 شهور غنجمع في 3 شهور غنجمع 12 مليون وهما يا في 3 شهور عاطيني 21 مليون ولكن السي حسن السي حسن راه ماشي غير الشبكه راه ماشي غير العدادات راه حنا مشينا تما كاينا لقينا الناس جالسين كيسقيو بطاطا ومطيشة بالماء ديال الجمعية كاينة السرقة لقينا كونتورات مبلوكين إذا هادوك الفلوس راه محسوبين على الجمعية واش الجمعية دارت شي شكايات بهذا الشأن؟ خرجوا لنا واحد لوفي قالوا لنا خاص هذا الشيء يصلح كيتقام ب 80 مليون
باش خصو يتصلح. صحوا لكم الشباب. باش تصلحوا لكم الشباب. العام السي دابا انا بغيت نرجع هنا السي حكار الا سمحتي. اللي كنذاكروا على تعاقد ما بين شركه وما بين جمعيه في اطار ديك النجم التحملات على الرب يعني بشراء اللوازم ديال الرب يعني بيد العامله وكل شيء. وهذا الشيء منصوص عليه في هذا النجم ديال التحملات اللي قلت اللي هو ما فيه لا امضاءات ما هو يعني يعني غير معترف به. اللي هو مسني ابلون يعني ملي كتجي من بعد وكدير ان دوفي ديال باش تصلح الشبكه خاصك 80 مليون يعني واش هذا الشيء ما كتحملش مسؤوليته يعني الشركه الاولى اللي هي اوروبا على حساب البنود اللي كاينه في هذا الكيد شارج واش يعني لونير ما خصهاش تدخل في هذا الباب وترغم الشركه اللي دخلت العدادات انها تراجع هذا الاختلال اللي كاين في الشركه. توفر السر هني على واحد الوثيقه من عند المدير كيقول لهم ما خصش يتزودوا بالماء الصالح للشرب لحقاش هذيك الشبكه كارثيه. لا نون كونفورميتي. تفضل السي حسن، هات السي حسن غيخرج. تفضل.